مرحبا، معكم دكتورة براءة رجدا من عيادات بيلا روزا، أخصائية الجلد والتجميل والليزر. اليوم رح نحكي عن جهاز الإكزيميا HR77 اللي بيعمل على تذويب الدهون تحت الجسم تخلص من الترهلات والسلوليت. بالأول يتم عمل الإن بادي تيست، حساب كتلة الجسم وأخذ القياسات. الجلسة عبارة عن عدة خطوات. الخطوة الأولى هي دايموند بيل أو التقشير الألماسي لإزالة الجلد الميت والطبقة المتراكمة على سطح الجلد. الخطوة الثانية اللي هي ليزر بوريشن، وهي عبارة عن ليزر بطول موجي معين يعمل على تذويب الدهون تقليل من تراكمها وسماكتها، مع الإلكترو بوريشن اللي بيعمل على إعادة ترتيب الخلايا وتحسين المنظر. الخطوة الثالثة اللي هي الإندو ريديو ماجنتيك اللي بتعمل على تصريف الدهون باتجاه الغدد الليمفاوية نحت وصقل الجسم مع تحفيز الدورة الدموية. الخطوة الرابعة والأخيرة بتكون اللي هي الراديو فريكوانسي اللي بتعمل على تحفيز الكولاجين وشد الجسم. مدة الجلسة ساعة إلى ساعة وربع، عدد الجلسات 9 جلسات، مسافة بين جلسة وجلسة إما يومياً أو يوم بعد يوم. النتيجة المتوقعة هي خسارة من 8 إلى 10 سنتيمتر من القياسات بعد ما نخلص الجلسات. أهم شيء نعرفه عن هاي الجلسات إنها هي آمنة جداً حتى بما يخص مرضى السكري والضغط، لأنها بتعمل على تصريف الدهون بالطريقة الطبيعية.